السلام عليكم، اليوم جاي لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم ماب حق اذكياء فقط، عشان كذا جيت ريان يعني وبس. حبيب بس الماب يبين لنا مين الاغبى، اوكي؟ فلا تزعل يعني، لا تزعل بس عليك. ما اتفقنا، لازم توضح نفسك ان قدام المتابعين غبي. شوف، اذا صرت انا غبي في المقطع فعندي عذر، يعني بقول لكم اياها في نهايه المقطع. وش انك دايخ يعني؟ دايخ يا شباب. الاي كيو ما اشتغل يعني، الحين مشتغل 2 اي كيو بس، وفوق كذا فوز يا ريان اللي ما عنده اي كيو اصلا. اوف اوف، مكتوب اسمي، ثم مكتوب اسمك، مكتوب يوز كود في اس ال. او ماي جاد، لا لا صدق والله مكتوب شيء. شوف اي لايك يو، اي لايك يو، هير از ا جيفت، خذها. بسم الله، ايش فيها؟ القم. صرت انا برتقالي يا برتقال. شباب لايك اشتراك بعد زر التنبيهات، خلونا نبدا في الماب. بسم الله. ليش الماب مظلم بزياده؟ اكره شيء كذا، اكره شيء، بس واضح انه هنا صح؟ يا اخي يا اخي الاي كيو، يا اخي يا اخي الاي كيو. ابي رايك جناس، انت شايف المقطع؟ طيب هذا وشو؟ هنا مدخل؟ اي والله مدخل هنا. اوه سلم، تحت 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 تحت. اي كيو 1 اي كيو 1. كم مرحله هي؟ كم مرحله؟ والله ما ادري صراحه، ما تدري، ما قرينا شيء في البدايه. تعال سلم. لا انت ما صني على النبي. طيب صني على النبي. شوف ما شاء الله، ما بارقة. جمع بالاي كيوات صح؟ انا الحين 2 اي كيو وانت 1 اي كيو. والله يشوف يعني، على حسب على حسب اسمه ادري. لا لا والله غلط. القم. قهر قهر قهر. وش ذا؟ اوه شوف اللي فوق على اليمين، يقول كم لك وانت قاعد تلعب الماب؟ شكل الماب بيخلص سريع سريع. سلامتك. بالله وش ذا؟ والله جامده ذي الحركه. يا برتقاله تريريري. اوه اوكي. شوف انا عندي تحريات، انه واحده من الافخاخ. دقيقة طيب. يس صح صح صح. وش صح؟ طحت. تعال ايه تحت. وخر انت. اوكي. اللي تحت. يا اخي والله مشكلة. الاي كيو انت كم؟ انت 3 ولا 2؟ اسمع 5 اي 3 2 يعني اوكي اوكي يلا. وش ذا؟ في مؤقت. وش ذا؟ موية. لا. اوه بنرقى. اوكي انا حليته. ثلاثة اي كيو. يلا ثلاثة اي كيو. الو الو وش ذا؟ والسلام طيران. طيب اوكي. بلوح بلوح. يعني واحدة من ذا الستاير. مو بلو ستاير، لوحة ذي. انا احسن ستاير؟ لوحة. وحشيني انا. 2-3 اي كيو معليش. والله الصوت مزعج جدا. تونا بعدين. الو الى متى؟ حبيبي شنو فيه؟ جد. والله جد وش ذا؟ الى متى كذا يعني؟ يس. هنا هنا هنا. هنا هنا. والله توني حق في الجدار عشانه. اخي شي يفوز ريانك طعم القهر يا شيخ. والله 4-3. اي 4-2. 4-3 هذا الثامن، تستهبل انت؟ قهر قهر قهر. وشو قهر؟ والله الماب. والله الاربع اي كيو. والله الاربع. 4-4. ريان وش ذا؟ مقطع شورت. والله احنا اذكياء ترى مره. اذا صار المقطع كذا ترى يمكن ينزل لكم كذا، او يمكن يلعب ماب ثاني، والله ما ادري. وش ذا؟ خلص بسرعه. كم ما ادري والله، اني ما ادري. تعال اسلم هنا. اوكي الى متى؟ اوكي تم الحال. 5-4. انا 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 لي انا. وش انت؟ مين انا اللي قايل لك؟ تعال مين اللي ناط؟ تعال انا قايل لك فوق اللمبه. والله مشكلتك. والله لا ريان معليش. والله 10-5 انت في الكومنتات. هنا هنا ها، هنا الجواب. هنا ها. وش هنا فوق؟ وش فوق؟ فوق. طيب كيف ترقى؟ مشكلتي مين يسويها اول؟ هذا هو السؤال. سؤال اني راودني. والله بقول لك هذا الحل. يلا عاد كيف تسوي؟ ما ادري. اوكي كيف نرجع صدق؟ الظاهر اني جبت ريد. لا جبت ريد. الله يستاهل تسوي هب. اي والله اسوي هب. طيب كيف ترقى هنا؟ هذا السؤال. ما ادري. هذا مقطع الشورت حقنا. عندي احساس تعال. انا عندي احساس انه هنا، ما ادري. تحت يعني. انا احس انه ورا هنا. شوف ورا هناك. طيب أيوة, ايوه 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 كيف ايوه اوكي. قايل لك عشان اجمع نقاط. شوف اللي وراك. طيب 6-4. سرعت هنا؟ ما في سرعه. ما في. وش 6-4؟ 5-4 مشكلتك. الحين نتيجه كم؟ 6-5.
ستة خمسة 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 لا تفل عاد أنا إلا بغش بجيع إلا بيصير آي كيو وش ترى ما عندنا إلا خمسة آي كيو ترى لازم نزود والله في شيء يا سلوم والله عاد هذا شيء يخص صاحب الماب وين روح طيب. أنا بديت توتر ما أبغى إلا أني أزيد الآي كيو بس ما تبغى تطلع غبي ها أيوة يا الله أيوة هنا بس بس هنا هنا بس بس وشو دقيقة ما تحسب لك دي ما تحسب لك كيف تحسب لي من اللي مشى من اللي جاء هنا قاعدين نتعافش طيب هنا في الماء مفروض ان نحل الغاز ونتشارك قاعدين نقول لا انت غبي عندك اوكي يلا تعال حليتها انا حليتها وين حليتها وسويت بالله وسويت تعال 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 تسكر فتحت ضغطت لا ما صدق ما صدق وين انا عندي تصوير عندي تصوير قاعد اصور بالدلائل والوثائق والوثائقات ثقة ثقة الله يا يا الله نحتاج موزة شوف اللي حصل موزة أول هو فايز لا تقدر تقول لي وأقول لك وشو بعد هنا سلم سكوتك ما يعجبني أبد 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 شباب الاي كيو عالي اليوم اقسم بالله العظيم قاعد امشي كذا فجاه دخلت رجوله جوا الحصى استغربت انا قلت بتزحلق طيب هذا مو اي كيو هذا هذا صدف اه صدف بس تطلع غبي هلا بالبرمجه تهكير شو المكسر اه بيسيم خايس كم الحين 8 5 لي ايه 13 5 لك وش ذا شوف الكود هنا ريان تعال شوف 8 سي شوف راح افوز راح افوز فوق الفوز يلا راح شفها هنا دونات ذي وش 8 سي مكتوب عليها 8 سي طيب يمكن هنا تعال تعال هنا نشغل شيء نطفي شيء هنا صدقني هنا شفت في رقه فوق بعد كيف نوصل لها ايوه اللي هو الاول اصبر لا اجلدك ها مع بعض مع بعض لا والله تخسي مع بعض والله تخسي والله تخسي تبي صدق يعني انت اوكي جبت الحل بس مين راح اول اقول انقلع بس كم كم نتيجه ثواني والله لا احسب الاي كيو تعال 15 يعني كم القم هنا فوزي ايه تحت لك الباب انا بالرقصه بالرقصه تحت لك الباب رقصت بالغلط انت يا اخي ريال يا اخي تعال 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 تحت لك الباب قهل قهل امشي قهل من القهر من القهر طلع قهل يا الله لا من السلام عليكم بالضبط وين رحت انت؟ وين رحت انت اللي فاتح لي الباب مسكر الباب لي شفت كيف احل لك وانت تمشي بصدق بس مين الاي كيو يروح له؟ الف الف اصبر اصبر خلينا نحسب انه قمنا نتهاوش اصبر صوت كم 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 الحين؟ هذه مرحله 17 يعني 16 مرحله يعني 10 8 لا 10 6 لي انا لي انا تبي لك بس في نهايه المقطع بيصير لي يعني ما دخل على كيفك والله على كيفي اجي على كيف مين؟ على كيفي انا على كيفي انا طيب يا ريان مستوى تكفى مستوى 13 مليون 2 لك خلاص عشان ما تزعل يعني اوكي قاعد يدور كلنا ما في شيء لا تلاحق يا اخي لا تلاحق بزر بره صغير مره لا امشي لا وش ذا صح ولا غلط مره ديم وش ذا هذا صار مو بالحل بليونير مو بالحل ذا تحريات حلوة جدا انا احس انه حاطها فيك ما ادري ليش وين صديق ما ادري هذه لا مستحيلة هنا شكله ورا صح ايش تتوقع اتوقع انه تاخذ شيء بس مو هو اي انا اتوقع ان الحل عندي تعال تعال بس تعال سوبر كار من هناك الى هنا وات وينك انت شوفني فوق بس لازم تاخذ الصغير ذا الكوب وين رحت؟ قال لك بتروح من ورا يعني خذ اللي فوق الطاولة ورقة من هذا اللي في الزاوية وتعال هنا. الله العظيم عليك ها؟ عند الهيدن؟ اوه ماي جاد والله العظيم اني قمت انطط اقسم بالله شفته بصدف. حلو 19 اوكي اوبا مويه مجاري. حلو خش يمين خش يسار هذا ويش؟ خش يمين اوكي حل عندي 50 مليون 2 لي اعطانا كود كل شيء زود خلاص الو
درعنك درعنك اوكي طب كل شيء انا خلي واحده ما ودك تعلمني كيف اجيك انزل انزل المويه اخر شيء انا يجيني كراوتش انا شف نط من فوق ثم انزل كذا ايوه بس والله العظيم يا حلول ما ادري شلون جت اوكي ميسنج ايتمز افشنت ميكانيك شف طفيت اللمبات كلها شفت طيب شغل الحين يلا عشان ما تقول ريان يعني ما في هل شغل باقي هنا باقي انا كيف اطلع الحين ايش تسوي انت قال لك شغلهم يسلم اصبر طيب ايش قاعد تسوي انا ابغى اوقف هنا بس ابغى اطلع انحشرت تقول لي ريسبون اجل ها باقي هذه احسن هنا هكذا اذا اقسم بالله يا ريان هذا الحل اني طالع كني غاش كني شايف المقطع وجاي العب يا عيال مو معقول قاعد يصير يا عيال مو معقول قاعد يصير جبت القطعه يا عيال او ماي جاد اوكي الو شوف ايش جبناي النتيجه 8 لي ايوه ما تبغى 20 لا ما ينفع 20 0 كذابين كذا اوكي شباب ريان ذكي جدا وانا اذكى منه يعطيك العافيه على المشاهده دقيقه اسمنا مكتوب ما في اسمنا ادور شو لا هذا فانز فيسلوم انا فانزات تيم زد فيسل شوف هذا اللي قاعد اشوفه انا بس يعطيكم العافيه يلا جاكم وقت نراكم على خير في امان الله سلام